سلام سلامتكم يا البنات ان شاء الله تكونوا في خير وفي خير الخير جيتكم اليوم فيديو جديد وروتين جديد ان شاء الله يعجبكم وينال رضاكم وان شاء الله تتفرجوا على الفيديو للاخر ويرحم والديكم الناس الكل وربي يبارك لكم قبل ما نبدا في الفيديو نصلي على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كيما تشوفوا يا البنات لهنا باش نطيب الخبازه اللي عملتها معاكم في فيديو سابق غسلتها هي والخضره المعدنوس بس والبسباس وكل غسلتهم مليح مليح وهما خليتهم يتسقطوا باش نزيد نخرجهم من البالكون باش يشيحوا والخبازه هاني لهنا ديريكت بعد ما سقطرتها في الباسوار يعني باش نفور فيها في الكسكاس حطيت معاها شويه ملح وترونشات جارس ونخليها نطيب الكميه الحشي بها الكل يعني طيب عملتها الكل فرد مره معناتها نطيبها آه كيما تشوفوا هيك لين كيف آه كي تطيب هي صفار لونها يولي اصفر وكل معناتها هذيك طاب ثاني راني ما قصيتهاش كي حطيتها في الكسكاس خاطر عندي برشا حاجات لي فيهم نعمل فيهم قلت خليها تطيب وبعد ما تطيبها لهنا هاي راهي بردت هي وكل قصيتها وياخي بالطريقه هذه اسهل تكون طريه وفي ساعه تتقص معاكم وكل خاطر اني يد في الكوجينة ويد في الصالة ويد إن قاعدة انا عندي دباش نغسل فيه وكل قاعدة حايسة في داري كيما تعرفوا وكل هاولي هنا قصيتها شوف واش لونها ولا اما مش ظهر بالقديمة هيك تصفار لونها شوي المهم يا البنات طريقتها سهلة برشا برشا واني نحبها الحقيقة اي حاجة نافعة وصحية نحبها ما نكذبش عليكم بالنسبة لفحات معناتها نستحقوا لها طماطم و وهروس كان عندكم هريسة عربي واللفحات بتاعنا تابلو كروية وفلفل أكحل وثوم وبصل هذا البصل الربعي هذا الأخضر راهو يبننها بالكدي بالكدي كان عندكم زاد حمص طيب تنجموا تعملوا معاها ما عندكم مش مش, مش مشكلة لاني حطيت الكسرونة بتاعي فوق النار صبت عليها ايه صبت فيها الزيت وحطيت هذوكم راس البصل مقصوصين وش ورشة الملح وباش نبدا نفوح نحط الطماطم بتاعي والكركم وال فلفل اكحل تابل كروية والهروس نتاعنا ونخليها على نار متوسطة ما على نار قوية خاطر الصوص راهي في ساعة طيب وما تصبولهاش برشا مي خاطر راهي كان تصبتولها برشا مي تجيكم اميصة أم وما تجيش باهية هي راهي الخبيزة كيف تجيك معناتها بالطريقة هذه باش نعملها تشوفوها من بعد راهي تجي ابن وخير وكل حد بطبيعة كيفاش يطيب وكلامي هذا بطبيعة ديما موجه للعباد اللي, اللي ما طيبتهاش ولا المبتدأ ولا اللي تحب تاخذ فكرة ولا حاجة واني بصراحة بقذبش عليك براني كيف العزائز الكبار نحب اي حاجة صحية نحبها ونحب ما يبنيش معناتها في منظرها ولا حاجة المهم حاجة تفيد البدن وخاصة الحاجات الخضر لونها ذير راهي مفيدة برشا 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 للبدن والزيت وتحب شوية زيت معناتها حطوا كمية باهية معناتها بتاع الزيت وخلوا الصوص نتاعكم تطيب على نار هاديه تطيب أه طيب شو سله, سلة لهنا شويه ماء ونغطيها نخليها لين يطيب الصوص في عقله بعد ما يطيب الصوص في عقله بركي ما شفتوني قصيتها هي الخبيزه بعد ما بردت قصيتها أه وباش نحط كيف يطيب الصوص هذا باش نصبها على الصوص طريقتها والله يا لبنات اسهل ما يكون معناتها سهله ماهله ما وما فيها حتى شيء معناتها طيبوها ما غير اللحم واقتصاديه زاد نشوفوا لهنا هكا بعد ما طاب الصوص بتاعنا الخبيزه بتاعنا نخلطها بالقديم بالكدا باش تشرب الصوص الكل وزيد نخليها بعد ما خلطها مليح مليح نزيد نخليها حكايه درج سبعه دقائق سبعه دقائق هكاكا ومن بعد نقص عليه ما فيها حتى شيء وبنينه كي تزيد تبان تحطو تحطولها لها معناتها الهريسه العربي راهي تبنن برشا الهريسه العربي يعني ما عنديش ما حطيتش ما حتى الهروس نتاعنا الجابسي راهو فاوح وبنين يفوحها وبالكدا بالكدا وبطبيعة زي الثوم يزيد يفوحها وكله هي كهو آه هي هذه آه تو ساي طابت لهنا سي حطيت في الاخر حطيت مغرفه كمون ومغرفه الكمون هذه راهي اختياريه نجمو تعملوها نجمو تعملوها شما هي راهي باهية باش ما تعملكمش الغاز ولا حاجة راهي باهية باهية الكمون في الاخر تخلطوها وتقصو على هاني لهنا ساي تو ساي باش نقص عليه وباش نحطها في صحن التقديم وهذه هي الخبزة نتاعنا بنة ومنفعة وحاجه حاجة زبنية حسرة من قبل كانوا طيبوا فيها جداتنا وكل حسرة على ايام زمان أه، انا زينتها لهنا كان بكعبة زيتون هذا عملته في الدار اما تنجموا تزينوها بالفلفل المسير فلفل برا عبيد كيما تحبوا انتو تزينوا زينو يعني اللي عندي اكتفيت به والحمد لله اللهم ادمها نعمه واحفظها من الزوال وهذا هو فطورنا لليوم هكا هو يا البنات بعد هاني ولا ناكل فيها عادي بالمغرفة نورمال لهنا يا البنات هكا جيت للصالة بعد ما دهنها عملت طلة بعد ما دهنها راجلي هاي ما زدت مش حدش يرى بيتناها واللي كمل هو كملها من عش المهم كملها العشية خليناها المغدوة المغدوة باش باش رجعنا فيها الكنبيات ورجعنا فيها كل شيء قلنا خليها تشيح مليح مليح هي فيها زوج شبابك وفيها باب حليناهم وسكرناهم في الليل غدوة الصباح كيف قمت الصباح وتحليتهم حليتهم هيك دخلت فيها الشمس وكل اشياء حتية بعد تاو ذا في سايشيح تاو لهنا هكا ركبنا الردوات رجعناهم لبلاصتهم وتو باش نمسح فيكم الكنبيات باش نرجعوهم لبلاصتهم ويا البنات راني جيت باش نرجع الكنبيات لبلاصتهم ومانيش باش نصورها معاكم مريقله خاطر عندي بروغرام باني باش نعمل هكا ديكور نتاع رمضان ونعمل حاجات هكا على قد جيبي وعلى قد ميزانيتي وعلى قد ما نجم معناتها حابه ندخل جو رمضان وصغيرات يعرفوا كل شيء حابة ندخلهم في الجو ونحمسهم رمضان نحكي لهم على رمضان معناتها ونستقبلوا شهر الفضيل هكا حتى بتوش صغيره هكا لمسه صغيره معناتها مش بالضروره باش نعمل حاجه مضخمه ولا كذا من معنتها بالمستطاع معنتها حابه نزينها ونعمل فيها حاجات كيف فوانيس ولا حاجه تحيى برمضان معنتها كل طولي وحابه قبل ما نزينها كل قلت خلاها نسيقها والله سيقها رجلي كيف بعد ما دهن اما لازمني يعني نعملها تسيقها على كيف كيف وهي والفيراندا بتاعها الفيراندا لازمها بصراحه لازمها أه معناتها تسيقى بالكدي بالكدي وهو النهارات هذو بجونا عجاج يا لطيف اللطف ربي يرحمنا وربي يسترنا وبر صدقوني العطله كامله تعدت ماهيش نورمال كلها برسك جونا نهارين ثلاثه سافا من النهارات الاخرين وكل برسك 13 يوم ولا 12 يوم وكلها ريح عجاج مطر المطر باهي الا اني ما نحبش كل العجاج بصراحه اما بصراحه ما عطله نتاع ملاب تاع خروج لحواسة لحد لا حتى شي شيء هنا يعني هكا ركبنا الريدوات وعملت فيها الليد هذايا وهكاك حبيت نزين بيه زعما زعما وكل وكاهو وان شاء الله تو نصور هيكم في كيف نعملها اللمسه الاخيره ان شاء الله وان شاء الله تعجبكم بالطبيعه كاه اقول هنا يعني باش نرجع بيت الفطور نرجع كل شيء لبلاسته باش نرجعوا ال الرجال ولا شنو هما بتاع تاع الكنبيات نرجعوهم لبلاصتهم وكاهو هذه توا لهنا يعني نرجع في ال في ال معناتها ننظم فيهم آه كاو يا البنات وان شاء الله آه ان شاء الله يا ربي تكونوا حددتوا كملتوا اشواركم هو رمضان حسب ما قالوا معناتها نهار السبت الجاي معناتها ان شاء نهار 2 افريل ان شاء الله يدخل علينا بالخير والصحه والسعاده وان شاء الله نصيموه ونقيموه و... وكاهو يا البنات أم... معناتها هاني براس كراني نجم نقولو الحمد لله معناتها كملت كل شيء لهنا هذا العشية خلاص الضو أم... مش راهو نتاع الصالح كان الضو هذا نتاع الليد قلت خليني نعملها تصوير هيك محلاه بصراحه ضر والله على المحلاه ريدو الاخر ما عملتش فيه خاطر عندي كان هذه بركه ااا آه هي معناتها بعد ما كملنا الحمد لله فرحانه اللي ين آه اللي نحنا كملناها الصاله وكملنا الدار من دخل الكل الحمد لله يا ربي، انضافت الحمد لله، تو هنا هذا في الليل يا البنات آه عندي المعدنوس هاذي ما غسلته وخليته يتسكر وكله خرجتها للبلكون حطيتها في حطيتها على بلاتوات شي على بلاتوات وشي حطيته في القصاع الكبار. وخليته يشيح شوفوا لهناك الشيح حملي مليح مليح تو في السهريه نسهروا قاعده نسهر عليه خاطر هو من غدوه ماشي للطبيبه معناتها ما لازمنيش نخليه كي نمشي للطبيبه نروح تعبه ونروح مؤخر وكل وهو يقعد معنا يذبل ولا حاجه ولا يطول عليه الوقت قلت خليني الليله مدام شايح وكل شيء خليني نقصه ونحطه في البوات بتاعه وننظمه وخليه في الفريجو خاطر عارفه روحي غدوه معناها مش باش مش وكل كيما قلت لكم نروح تعب كل شيء أكهول هو لهنا هاني قصيت عاونوني الحقيقه الصغيرات ما ده ده دخل بعضه هكا المعدنوس والبسباس وكل شيء كيستوا فيه معي يحطوا لي وانا نقص فيه وعاونني زاد حتى راجلي المهم عيلة كاملة عاونوني الحمد لله وهني توا هاني نقص في البسباس وقصيت الخضرة متاعي الكل وحفظتهم الحمد لله وباش نعمل بكم زدم بعد في اخر الفيديو كان نهار مشيت للطبيبه باش مش نعمل جوله صغيره في عزيزه ان شاء الله تعجبكم اني ما منها شيء الحقيقه آه شي حبيت نشري حاجات قلت كان لقيتهم فيها يا اخي ما لقيتش عفاها عزيزه الحاجات اللي حاب عليهم وكل واللي عملت فيها دوره خفيفه وروحت كهوية البنات مرحبا بكم الناس الكل وانضموا لي مشتركين جدد نرحب بيكم ونقول لكم مرحبا بيكم في قناتكم مرحبا بكم في داركم ان شاء الله تكبر عائلتنا بيكم ويرحم ولديكم الناس الكل واني بيكم نتشجع ومطبيعة نتطور ونتحفز وننشط كيما ننشطكم في فيديوهاتي نعملكم فيديوهات رو روتينات وتحفيزية وكل حتى انتم راكم تنشطوني وتحفزوني بكلامكم وبتعليقكم المزيانة وهكا كنزيد نتقدم ونزيد نتشجع ونزيد نهبط الفيديوهات ومن معناتها ومن كيفاش باش نقول لكم معناتها من آه ما يعني هكا هو يا البنات ولهنيها ها وجي دور هذا السلك بتاعنا هاني نقص فيه وحاس الحمد لله تو بقول لهم كملت مازالوا لي حاجات تخفيفه باش نعملهم هو على محاله المدام رمضان نهار السبت هكا مازال عندنا المجال باش كان عندنا حاجات نعملوهم خفيفه في الكوجينه ولا حاجه نجمو نحضروهم وكل واني والله حبيت نعمل الحاجات هذو مش حاضر في كل حاجات كبيره برشا برشا مي حبيت نربح الوقت في رمضان خاطر بصراحه نحب نتفرغ للعباده ونحب وان شاء الله ربي يستر عندنا حتى مشيات وجيات برشا لهنا خاطر معناتها كثرة الوفاة الوفاة غفلة ماتونا برشا سنين وكل الله يرحمهم وينعمهم الجنة معناتها الواحد لازم زاد يقوم بواجبة تجاه أقاربة تجاه جيرانة مثلا وكل هاكا علاش قلت خليني إن إن معناتها إن إن نحضر التحضيرات متاعي هذه الكل باش بعد ما نتفرغ ما نقعدش هاني مثلا يجيب لي معدنوس يبدا أه حزم وكل لازمني نفرز ونغسل ونعمل كل شيء يجيب لي هيك الحاجه لازمني كذا يجيب لي هيك الحاجه فهمتوني معناتها حابه نتفرغ هذه الكميه اللي تحصلت عليها الكل الحمد لله يا ربي تجزيني رمضان كامل هكا قلت خليني اللي نجم نحضر الكل كيف ديما نقول لكم حسب ميزانيتي راهم معناتها ما تشوف تبعوش فلانه ولا علانه على قد ما انت تنجمي على قد ميزانيتك لا ترهقي لراجلك لا ترهقي روحك على اللي جود بالموجود اللي عندك حضري هو كهو وربي هو الرازق راهم تشوفيش العباد ربي هو الرازق اطلبي ربي وكل ترى ربي يعطيك معناتها بغير ما تحملي روحك تحملي روحك طاقة معناتها اكبر من طاقتك أنا يعني وحدة من الناس صدقوني باللي عندي في الدار باللي موجود معناتها نحضر وكهو معناتها من نزيرش على روحي عليك الحاجه ولا هكا عملت ولا هذيك عملت ولا كذا لا والله حسب 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 ميزانيتنا خاطر الدنيا صعيبه الدنيا غاليه صغيرات دار مونه ماء ضو شارج برشا بصراحه نزيد نزيروا على رواحنا حتى في الماكله صبري على روحي صبر الناس عليا معناتها حتى حاجات ساعات يقولوا لي والله نتا الحوالد باش نشري حاجات يقولوا لي مثلا خذي يوم بعد خلصي ما نحبش انا يعني هكاكا نحب اي حاجه نشراها نخلص ساعات حتى تقعد مثلا حكايه فارغ 5000 فرنك ولا 7000 و10000 تقلقش هذيك اما باش نعمل دين على روحي باش نشري حاجه ما نعرفش على روحي الواحد يموت ولا يعيش باش يخلصها كلها كما قلت لكم صبري على روحي ولا صبر الناس علي المهم يا لبنات هذه جولتي لخفيفه في في عزيزه أه وهذا هذا هو كان الفيديو متاعنا ان شاء الله يعجبكم وان شاء الله كنت خفيف الظل عليكم وإن شاء الله ملتقانا في فيديو قادم إن شاء الله وروتين جديد و و وإن شاء الله زادة تكونوا أنتم معناتها حضرتوا كل شيء وإن شاء الله كملتوا روتيناتكم معناتها متاع الدار الخمالة والتراكن وكل شيء كملتوهم وارتحتوا منهم وربي يشدكم بصحتكم ورب يعطيكم الوقت الطيب ورب يرزقكم من فضله الواسع وإن شاء الله اللي تتمنوه من رب العالمين إن شاء الله يتحقق لكم وتوا يا البنات يا مزيانات يا سمحات يا فلحات نعرفكم كلكم ما شاء الله عليكم آه ما بقى لي كان نقول لكم استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه ما تنسونيش من لايكاتكم ومن تعاليكم المزيانة ومن مشاهداتكم الله يرحم والديكم على الأقل خمسة ولا عشر دقائق ما نطلبش منكم بعدها برشا برشا حتى تفرجوا أكثر من خمسة دقائق يرحم والديكم الناس الكل سلام بسلامة